الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم مدرسة زيو نوفا للحلاقة والتجميل حلت بمؤسسة عندي هنايا في ولاد المنصور. مؤسسة زيو نوفا قامت اليوم بنشاط خيري يتجلى في نشاط الحلاقة ذكورا وإناثا. الاستفادة كانت فوق 200 تلميذ، وبهذه المناسبة أتقدم إلى مدير مدرسة سي جمال طيبي الذي فتح لنا هذا الفضاء الجميل الذي ساعدنا كثيرا في هذا النشاط الخيري. وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم لجميع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لها رمضان كريم عليكم جميعا، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا باسم جميع تلاميذ مدرسة عين ديب أولاد منصور، أرحب بأعضاء مؤسسة زيو نوفا الذين حضروا اليوم بمؤسستنا للقيام بأنشطة متعددة، ومن بينها استفادة التلاميذ والتلميذات من حلاقة الشعر للذكور وتصفيفه للإناث، وعليه أتقدم إليهم بجزيل الشكر والامتنان، كما أتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرات، وشكرا. المستعين، كنشكر مؤسسة زيو نوفا اللي تحت لنا هذا المجال اننا نخرج هذه الخرجة، وبمناسبة شهر رمضان جينا نفرحوا هاد الدراري. وكنشكر عاوتاني موقع ديال زيو سيتي اللي كان معنا خصوصا في هذه المبادرة، وشكرا لجميع الشباب اللي بادروا وجاو معنا، وخصوصا الأستاذ والأستاذة اللي ديما كيديروا مجهودات معنا، وشكرا للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي الأساتذة والأستاذات، ونيابة عن السيد المدير مدير مجموعة أولاد منصور، نرحب بأعضاء مؤسسة زيو نوفا للحلاقة التي مقرها بزيو، وهذه المؤسسة معترف بها من طرف الدولة، حضرت اليوم بفرعيتنا فرعية عين الديب التابعة لمجموعة مدارس ولاد منصور. وهذه الجمعية كانت أصلا قد قامت بنفس النشاط بالمركزية منذ ما يناهي الشهر، حيث استفاد من هذا النشاط أزيد من 300 تلميذ والتلميذة. واليوم تحضروا بفرعية عين الديب من أجل نفس النشاط، وذلك الاستفادة من الحلاقة ونقش بالحناء وتصفيف الشعر بالنسبة للإناث. وعليه نقدم جزيل الشكر لأعضاء هذه المؤسسة الذين قاموا بمجهود جبار من أجل هؤلاء التلاميذ والتلميذات، وكما نتمنى مستقبلا يعني أن تواكبنا في جميع الأنشطة التي سنقوم بها إن شاء الله، ونشكرها جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.